ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. تلاقينا على حين وكنا ذبينا للهدى زمن الظنان. سيان الله ما أحلى لقوانا وما أحلى مسامرة المعالي. تلاقينا على خير وكنا ذليلا للهدى زنن الضلال. فيا لله ما أحلى لقاءنا وما أحلى مسانرة المعالي. تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال. فيا لله ما أحلى لقمرنا وما أحلى مسامرة المعالي. وهو أن يؤخذ أصوات العلماء لكن تصاغ صياغة يشعر السامع بأن هذا صوت العالم وهو فعلا صوته، لكن إنما هو مركب، الكلمات والأحرف مركبة وتصاغ بصياغة سيئة كالدعوة إلى الشرك أو الدعوة إلى البدعة أو الدعوة إلى الثورات أو الدعوة إلى القتل والعياذ بالله أو الدعوة إلى تحريف القرآن أو شيء من هذا القبيل. فلذلك يجب على الناس جميعا أن يكونوا على مستوى مثل هذه التطورات في عالم التقانات وما يسمى بالتكنولوجيا، وأن يحذروا الحذر الشديد. فإذا سمعوا شيئا لا يمكن أبدا أن يقول هذا، أن يقول العالم هذا الكلام، عليهم أن يتوقفوا وأن يتبينوا وأن يراجعوا أهل العلم، يراجعوا أهل العلم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان الله جل وعلا نبهنا عن الفساق من البشر، فهناك فسق التكنولوجيا هذه أو فسق التقانات الذي أصبح الآن بيد كثير ممن لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، وأصبح يعني يعبث به مثل هذا العبث الذي وصل إلى هذا الحد. وأنا وصلني مقطع لمجموعة من العلماء أخذت أصواتهم من قراءة القرآن وأظهروها على أنهم ينشدون نشيد، يعني الجميع من هؤلاء المشايخ والقراء كأنه يقول أنشوده وهو قرآن، لكن هذه الأصوات أخذوها وركبوها من خلال ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. ولذلك أنا أهيب بالجميع أن يكونوا على مستوى هذه التطورات وهذه الأمور، وأن لا يقبلوا أي مقطع يصلهم عن عالم فيه دعوة إلى شرك أو بدعة أو إلى سفك دماء أو إلى ثورات أو إلى خروج أو إلى مثلا شيء يتعلق في الأخلاق، شيء يتعلق بالقيم وشيء من هذا القبيل. والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتواصل مع العلماء ومع طلاب العلم، وخاصة العلماء الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة مواقعهم الرسمية موجود، تستطيع أن تتعرف على هذه الفتوى هل هي صحيحة أم لا من خلال الرجوع إلى الموقع. وإذا كنت غير قادر اسأل طلبة العلم يفيدونك في ذلك.